جنو توكس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنو توكس. في تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد الحرة والمفتوحة المصدر، سنتعرف اليوم على متصفح ومحرك بحث داك داك جو، وهو بديل مجاني وحر وآمن. أهم شيء أنه آمن ويحافظ على خصوصية المستخدم بالمقارنة مع المتصفحات ومحركات البحث الأخرى، على رأسها جوجل الذي يعرف بالتتبع وجمع معلومات عن المستخدمين. أولا نفتح متجر إفدرويد أو البلاي ستور. أنا سأفتح إفدرويد من خلال محرك البحث، نكتب دوك دوك جو، يعطيك دوك دوك جو برايفسي براوزر. هو مرخص تحت رخصة أباتشي الإصدار الثاني. الشفرة المصدرية متاحة للمتصفح، التصريحات هي معقولة، إضافة اختصارات، إمكانية الدخول كاملة إلى الشبكة، عرض اتصال الشبكة، منع الهاتف من الدخول في وضع السكون، وتعديل محتويات ووحدة تخزين الـ USB أو حذفها، قراءة محتويات وحدة تخزين الـ USB والعمل عند بدء التشغيل. كلها صلاحيات وتصريحات معقولة. النسخة المثبتة لدي هي 5.19.0 وهي الأحدث. نقوم بفتح البرنامج، أنا ثبته من قبل. نأتي مثلا إلى موقع ديبين. موقع ديبين يمكن تصفح الموقع بكل سهولة وبساطة. هناك ميزة في المتصفح الآمنة دوك دوك جو، هو يعطيك ما هي المعلومات التي يجمعها عنك هذا الموقع الذي دخلته. مثلا يعطيك أن المعلومات أو نسبة أمان الموقع هي كبيرة، لكن هناك تتبع واحد من طرف هذا الموقع هو s4.cnzz. مثلا إذا اخترنا موقع آخر، نختار مثلا موقع مايكروسوفت، هنا يعطيك في البحث، إذا أدخلت الاسم فقط يعطيك مجموعة من اختيارات البحث. يمكنك الانتقال إلى صور، فيديو، وأخبار، أو جمع معلومات أو معرفة معلومات من خلال حولة. ندخل إلى الموقع ونضغط على العلامة في أقصى يسار، على يسار المتصفح، ونجد هنا تم إيقاف 4 محاولات تتبع هي من طرف أدوبي التي تسمح لها مايكروسوفت بذلك عبر موقعها لجمع معلومات عن المستخدمين. إذا فالموقع هو أو بالأحرى المتصفح و محرك البحث المدمج هما يحافظان على خصوصيتك مع إعطائك كامل الحرية في البحث عبر مواقع مختلفة بكل حرية وأمان. أيضا مثلا نجرب موقع gnu.org. من خلال أيضا الضغط على B+ يعطيك أنه ليس هناك أي تتبع من أي موقع كان، لأن الموقع لا يمنع ذلك بشكل كبير وبشكل تام. أتمنى أن يكون تطبيق اليوم قد أعجبكم. أعطونا آراءكم واقتراحاتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.